الرجولة في مجتمعاتنا الشرقية هي القوة، الجدعانة الشهامة المروة، الدم الحامي. عشان كده كان دايما وصف الراجل انه طول بعرض، وكان ده المدخل بتاع الخطبة للعروسة واهلها، تقول لهم ده راجل ملو هدومه، له هيبة والشمخة وطول في عرض. واذا ارتبط الطول والعرض بطوع الرجل بالنفوذ والقوة قيل عنه فتوة. واذا ارتبط طول وعرض الرجل بالعنف قيل عنه عتل او عتي. واذا ارتبط الرجل نفسه باكتر من واحده قيل عنه عنتيل. لا انا مش عنتيل ولا حاجه. عشان كده بيتقال ظل راجل ولا ايه ولا ظل حيطه، كنايه عن الطول والعرض. واحيانا بيبقى الراجل هو الحيطة نفسها. المهم ان الطول والعرض مهمين جدا جدا، ليك هيبة كده وتخلص اي عركة من البداية كده من غير ما توسخ ايديك، زي اللي حصل من شوية معايا في الحتة. وعينيا.